بعد انتشار أخبار عن وفاة الكاتب السعودي تركي الحمد. نفت زوجة الأديب والمفكر السعودي تركي الحمد خبر وفاته وأكدت بأن صحته مستقرة. وكانت عدة حسابات إعلامية وإخبارية نشرت نبأ وفاة الكاتب تركي الحمد عن عمر يناهز 71 عاما. وبعد هذا الخبر نعى عدد كبير من الكتاب والمثقفين والإعلاميين ونشطاء التواصل الاجتماعي في السعودية والوطن العربي الكاتب تركي الحمد. تظهر زوجة الكاتب وتؤكد أن صحته مستقرة. وفي وقت سابق انتقد الأكاديمي السعودي تركي الحمد أقلام الشجب والتخوين في الكويت على حد زعمه عند تناول الأوضاع في هذين البلدين بشكل موضوعي من قبل شخص لا ينتمي لهما، متسائلا عن وقت انتهاء ما وصفه بالنفاق العربي. وهذا ما دفع رجل الأعمال المصري نجيب سويرس للرد عليه والتأكيد على ألا حساسيته لدي من نقد الحمد. وفي 24 ديسمبر 2012 اعتقلت السلطات السعودية بسبب تغريدة له على تويتر دعا فيها إلى تصحيح عقيدة الرسول. وفي 19 أغسطس 2020 كتب في تغريدة له على موقع تويتر ببساطة: فلسطين ليست قضيتي، ودعا السعودية إلى تطبيع العلاقات مع إسرائيل. وفي 13 نوفمبر 2020 كتب تغريدة على تويتر تعليقا على الأزمة التي أثارتها رسوم النبي محمد في فرنسا